رجعنا من جديد في فير بلاي. اكيد المجال مفتوح حاليا لحب سيابين، نحكي على الوضعيه الصعيبه للفريق حاليا، شنو هي الاسباب وشنو هي الحلول للخروج من الازمه. نبداو نستقبل تليفوناتكم كما قلت في اول حصه، تنجموا تكلمونا على 71 725 1000 وتعطيونا ارائكم في الموضوع. نبداو في استقبال اول تليفون معنا سي محمد علي، اهلا بك. اهلا عسلامة، مرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة. مرحبا بك سي محمد علي. من بنزرت هكا ولا؟ من بنزرت ونعيش في فرنسا. مرحبا، تفضل. اي اوكي، والله احنا مشكلتنا في النادي الرياضي بنزرت راه مشكلة كبيرة ياسر، والحلول صعيبة 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 برشا. اولا كيفاش رئيس جمعية في الخارج ما عندوش فلوس، يقول فمه ما عنديش فلوس ويحب يشد الجمعية، والسلطات الاشراف اللي موجوده في بنزرت عندها يد في الشيء هذا اللي صاير في النادي الرياضي بنزرتي. حتى وديع الجريه عنده يد، كيفاه واحد عنده 4 سنين ما عندوش تقرير مادي وكل عام يقول هاو حاضر هاو باش نحضروا هاو نحضروا، وعامل كي واحد كان مونديون، اعطيوني جيبوا لي الفلوس يا جمهور، خلطوا جيبوا انتم الفلوس وهو يقعد رئيس، مش معقول راه. وجوالات تتفسخ في الكونتراتورات نتاعها وتخرج ليبر هكاك، النادي بنزرتي خاسر والناس كل خاسر في بنزرت. احنا ما عادش نجموا، احنا السبت هذا باش نقوموا مسيره سلميه، تخرج من احمد البصيري مش تتعدى بالسونتروفيل، ومن السونتروفيل تمشي للبلديه، من البلديه تمشي للوالي، خنشوفوا حل مع سلطه الاشراف. يا خويا سايب لنا يرحم والديك، سايب لنا الجمعيه، خلي نشوفوا شكون ينجم يشدها. شيء راه شيء ينطق خويا. ما لقيناش حل. قل لي كيفاه انت في العالم اجمع في العالم في الكوره يجيك يقول لك تحبوا تعاونوا جمعيه نعمل لكم الانخراطات مش اشتراكات، انخراطات بمليون، وين صارت في اي عالم خويا؟ فكر لي كان انا غلط، قل لي شكون يعطي انخراط بمليون؟ صحيح ولا؟ واضح، يعطيك صح، شكرا لك سي محمد علي. نمشيو للتليفون الموالي. بشير، اهلا بك بشير. الو عسلامه. مرحبا بك سي بشير، تفضل. منين تكلم فينا باشر؟ والله العظيم مشكلة كبيرة ياسر، زي الرئيس الجمعية عمل فينا. يا باشر سألتك سؤال جاوبني قبل، وبعد نحكي على رئيس الجمعية. قلت لك منين تكلم فينا؟ بنزرت ولا منين؟ مرحبا تينجا. تحية ليك وكل مستمعينا في تينجا وفي ولاية بنزرت الكل، تفضل. والله مشكلة كبيرة ياسر سيد، زي عمل فينا اللي ما يتعملش. لا فما كما نقولوا احنا تسيير، لا فما الجمعيه تو ما فماش مندثره، ما فماش سي بي جمله، فما كان الاسم تاع سي بي ما خلى فينا شيء. الو نسمع فيك، تفضل. اي فهمت، ما خلى فينا حتى شيء، ما فماش هيئه، ما فماش مسؤوليه، نهار كامل هو يتاكي في الناس. ايش هو الحل خويا؟ الله اعلم. ما حبش يسيبنا، سيبنا يا خويا، سيب الجمعية يا خويا، الجمعية ملك الجمهور، ماهيش ملك رئيس الجمعية هي. هي رئيس الجمعية يا خويا يشد ما فماش رئيس الجمعية عمل فينا هكا راهو. اي قول قائل عبد السلام سعداني رئيس منتخب عنده موندا لازم يكملها، كيف يسيب معناها؟ شنو؟ رئيس منتخب؟ اي رئيس منتخب باش ما نجحش خويا يسيب. علاش تقعد الجمعية في رئيس منتخب؟ هو رئيس منتخب، علاش تقعد كيما نقولوا احنا رئيس منتخب تغرق معاه رئيس منتخب؟ اخي نقعدوا نكبشوا فيها احنا في حكايه رئيس منتخب، ما فماش هذه الانتخابات لازم يطيح وحده ويطيح روحه وينحي كان يحب السيابيه، هو يحكي احنا ولد فيراج هذا ما فماش حب السيابيه، ما يحب السيابيه العبد هذا، اذا كان يحب السيابيه سيبها تو. تو في ازمه كبيره، وازمه منه هو من الرئيس هذا السيد هذا رئيس جمعية ما عادش مستعرفين به العباد الكل، الجمهور بنزرت كامله الكل تشتم فيه وتسب فيه. واضح معناتها حاجات ماهوش معقول هذا كل اللي صار في سيابي تو. واضح يعطيك صح. بيع منطقه الانخراطات وانخراطات كيما نقولوا احنا مليون في وين زيت هذايا؟ ريال مدريد ما فماش الحكايه هذه. يعطيك الصحة، شكرا لك بشير. نمشيو للتليفون الموالي معنا محمد، اهلا بك محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا يا خويا. منين تكلم فينا محمد؟ من بنزرت. تفضل. اي والله نفس نورمال، كنا نعاودوا في نفس الكلام خاطر قاعدين. اي ماذا بيا ماذا بيا اللي قال نحاولوا نشوفوا افكار اخرين الخروج خاصه من الازمه نتاع السيابي. الافكار احنا الاستقاله نتاع الهيئه بصفه عامه اولهم عبد السلام السعيداني، وهيئه تسييريه، الهيئه التسييريه بحول الله كي تولي هيئه تسييريه السلطات ينجموا يدعموها، خ...
خاطر الهيئة أنت سعيدين كي باش تقعد ماشي كبش في حكاية تقرير الليل يعني حتى واحد ما هو باش يدعم وجمهور أكثر من نص الجمهور الأغلبية أنت الجمهور يعني قالك من عاونش مادام هو موجود كما شفتوا آخر سيزون عاوننا باش يعني في منحة الانتصار بعد خرج وسمعنا الكلام وقال يعني اللي احنا نرعمو هو منع مش احنا يعني العباس صحيح ما عادش تحب تقرب جملة سيادي مادام هو موجود. الحل الوحيد الاستقالة متاعه كيما استقالوا تو قالوا الأعضاء اللي معاه قعد كان هو كيفاش هو باش يقود بسكايب النادي البنزرتي وما عندوش فلوس وموش موجود وما عندنا حد شيء. انت تصور ابسط الحاجات في السي بي ما عندناش اخر حكايه توجهات تروحوا لديارهم خاطر ما فماش كل شيء خالص من الكري يعني الدرجه هذه وصلنا يعني وصلنا للدرجه اللي يعني حاجات بسيطه تضحك يعني بتحوم ما تكرتي السي بي ما عادش نتوفرهم وهو قال لك انا يعني منتخب شرعي الشرعي كيفاش زين عابدين وعرب شرعي زين رئيس عرب يعني خلي هو يعني طب شو اللي شرعي من ناحيه شرعي واضح عطيك يعني صح ما عادش عندك مضيف يعني سيء ما عادش عندك مضيف خدمت عملت اللي ما عملت هو سيء ما عندك مضيف سيء بغيرك واضح عطيك صح شكرا لك محمد عالتي سألك بعد شوية باش نستقبلوا زهير نذكر حبيب سيابين المجال مفتوح قدامكم تكلمونا على 71-725000 نسمعوا ارائكم في اللي صاير في السيابين حاليا لحد الان تقريبا اجماع الناس الكل مطالبين باستقالة عبد السلام السعداني ماذا بين نسمعوا حتى اراء اخرين لما لا يبقى عبد السلام اذا كان هو الحل وتنشوفوا حلول اخرى للفريق ماذا بين نسمعوا اراء اخرين ماهيش قاعدين نختاروا التليفونات اللي جي هي باش نعديوا على كل فاصل وبعد شوي نستقبلوا زهير IT Express Training by Clevery, la nouvelle offre de formation proposée par Express FM, destinée aux experts de l'IT et du management. Donnez-vous la possibilité d'accéder à des certifications reconnues à l'international et profitez en illimité de formations certifiantes telles que PMP, VMware, CCNA et plusieurs autres spécialités en ne payant qu'un seul abonnement annuel. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.expresstraining.tn ou bien appelez-nous sur le 25 760 760. Avec Express FM, rajoutez de la valeur à votre carrière. Fair play. رجعنا من جديد في فير بلاي نذكر المجال مفتوح قدام أحبائي السيابي كلمونا على 71-725000 نعرفوا كل الأراءكم في اللي صاير اليوم في السيابي فوضى كبيرة في الفريق فراغ إداري وفني كبيرة برشا نسمعوا أراءكم وشين الحلول للخروج من الأزمة نستقبلوا معنا بتليفون زهير أهلا بيك زهير أهلا بكم وأهلا بكل مستمعين إكسبريس فام مرحبا بيك من نتكلم فينا زهير من بنزرت مرحبا تفضل عايشك والله الوضعية هذه الوسلطة السيابية حاليا هي نتيجة تراكمات على سنوات عديدة زاد عبد السلام السعداني بكل صراحة أنا يعرفوني في بنزرت من كنت من أكبر مناقضين لعبد السلام السعداني بعد عامين معناه فقنا بان ظروف السيابي ظروف السيابي بلا الجمهور المواد ما فماش أيا نشجعوا والسنة الثالثة عاونتوا ويعرف هذايا لكن السنة بكل صراحة وبكل لطف نطلب منه وخيان كان هو يقول يحب السيابي يستقيل اليوم قبل غدوة ما عاد فما حتى حل بالنسبة للسيابي إلا استقالته لكن انت قلت انا زهير باش ناخذك شويه قلت تراكمات معناها مش كان عبد السلام هو سبب في اللي صاير لا هو زاد معناها تين بله معناها خويا باش نحكي لك معناها اونيتمون وفما حاجات معناها انا قريب برشا للسيابي ونعرف وما نحبش ننشر غسيل النادي واحد انا اللي يقدر يقول لي كيفاش بوبكر تراوري خرج من السيابي معناها مجانا وزاد شكابينا هذاك هو سر التلاعب بالمصالح والشؤون المالية والإدارية للنادي الرياضي البنزرتي كأني فهمتك شنو تلمح انا بو ما نحبوش نلقي الاتهامات لكن صحيح. هذا كلام كهو الا عندك في باتات معناها في الكلام تقول فيه معناها خاطر اي واحد نجم يتكلم ويقول والله اجي نقول لك شوف مالاش الناس معناها كما يقولوا البرة من الميدان الرياضي نعرفوا اللي اي اجنبي يجي اي جمعيه اول حاجه كيعمل معاه كونترا عنده الكارت سيجور نتاعو وناخذوا له الباسبور نتاعو ويقعد في اداره النادي ممنوع هذا ممنوع انك تاخذ باسبور اي حد
لا لا يتحط في 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 الميدان في إدارة النادي. أي ممنوع ممنوع ماهوش قانوني العملية. معمول بها في حتى لو كان موجودة ماهيش قانونية ممنوع تاخذ باسبور أي حد. يعني في النوادي يعني تو ما ندخلوش التفاصيل. أي مش مشكلة يعني تعدي جزئية. وجابرييل كات يعني درا معناها السي بي معناها ماهيش قادر على 30 ألف دينار. جابرييل كات يخرج هكاك جديد تو حاليا سابو. انت قريبا نفس نفس الكاك قاعد يتعاود والله معناه اخويا وبكل لطف عبد السلام عايش خويا تحب السي بي نعرفوك لكن استقيل يوم قبل الغدوه ما عاد صم حتى مجال للتراجع. شوف لكن علاقاتنا مع الجمعيات احنا ناس معناه نحبوا السي بي ولعبنا كونتر ريسبيرونس والكليوب والاتوال وربحونا وخسرنا معهم لكن عمري ما ريت الوضعيه اللي وصلت عليها السي بي معناها هلكنا مع الفرق. رغم الدعم انا مانيش باش نشكر سي وديع الجري ولا لا والله لا لكن وديع الجري وقف مع السي بي صحيح لكن هو معناها خدا ك ك ك ك امبرا دو فيت بارابور للسي بي ولا مع وديع الجري. يا سي وديع ماهوش معقول السي بي معناها الظروف هذيا نورمالمون فما اجتهادات معناها نجموا نحيوا اليوم قبل الغدوه صعب السام عزكم معقول جمعيه جمعيه 2021 تتخاف تعمل بالسكايب ويزيد يكذب علينا ويحكي ويحط في اشخاص نكره. القانون اللي عمله في 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 حضور 80 منخرط معناها حتى القانون في صالحه هو معناها نحي اللي يحب يحط اللي يحب يجيب اللي يحب معناها انسان معناها كاي منزين يرحم والدي ونعرف جدي بيان انا قريب برشا سيبي يرحم والدي والوقفه يوقف معاه معناها جي هكاك يخرجوا بار لا بتيت بورت رياض مقداد زاد كيف كيف الهيئه التشريعيه معناها اللي يحب يدخلوا دخلوا توا جايب لنا ان سيرتان هشام هذايا بوصوف على عمري صدقني حياتي انا عشت ما في احلى فترات سيبي حمده بن دولاد وما ادراك وسي محمد بالحاج سي حمادي الدكوش والناس هذوما الدعادة هذايا عمري انا مريته في تيران سي بي جي يعني معناها رايه في السي بي واحنا باش نعملوا من انت خويا واضح يعطيك الصحة. طلب اخوي عبد السلام ربي فضلك ان تحب السي بي استقيل لانقاذ جمعيتنا هذه خاطر لا مجال للصلح والا لا مجال للرجوع للتيم. يعطيك الصحة شكرا لك زهير على تدخلك معنا ان شاء الله يسمع عبد السلام الكلام اللي قاعد يتقال وياخو بيه اذا كان فيه من نجمو يتاخو ويصلح اكيد لما لا اذا كان ناوي يتكمل والا انه الناس كل تقريبا مجمعين على الاستقاله نتاع عبد السلام سعدين. ان شاء الله نلقاو اراء اخرين في التليفونات اللي مازالوا موجود معنا بالتليفون. خير الدين اهلا بيك. السلام عليكم شنو احوالكم؟ مرحبا بيك سيدي تفضل مين تكلم فينا خير الدين؟ عايشك من الكويت خويا مرحبا بيك مرحبا عايشك عايش خويا تفضل تحية لكل المستمعين اللي يتبعوا فينا من خارج تونس خويا عايش خويا عايشك عايشك لله محمد رسول الله. شوف باش نبداو منين نكمل في زهير خويا ما عادش فيها راهو احنا تعبنا اصلا تعبنا ولينا احنا نشريو توا كنحضروا العباد تشري في الجوارات جمعيات في تونس تشري في الجوارات تشري في الليكيبمون تعمل في ستاجات احنا ولينا نشريو في الطشاشات واحد والوحدة متاع ضغط الدم ومتاع ضغط السكر. احنا كجماهير ما عادش نجمو الشيء هذا يعني فشل ذريع ومازال يبرر في الفشل متاعه ومازال يطلع ومازال عنده كلام نحن مازال يقول فيه معناه مازال عنده امل هو ما فماش حتى باب للصلح. ضرها الجمعية ضرها يعني انت كي فما توصل للضرورة معناها ما عادش لا تحب السيابي لا تحب حتى شيء. انت وصلت ضريتنا حاجات سوابق صاروا في السيابي في كرة القدم التونسية والعالمية ما صارتش. ما نحبش نعاود نرجع نحكي لك كيما حكي لك الراجل كيفاش الراجل يمشي يهرب هذا وين الطاقم الإدارة الفنية وين الإدارة القانونية وين الشؤون القانونية في النادي يعني نادي يتصير كأنه معناها حاشاك ضيعة معناها هو خير الدين من مضحكات المبكيات. خلينا نقول للمبلغ اللي حب عليه مثلا تحكي العام هذا وسابوه انت الاخر 40 مليون معناها 40 مليون الفريق كيما خلينا اي تفضل نحكي لك على تراوري على نحكي لك على تراوري الاولاني يا رب بوبكر تراوري
ايه وخالي ومن بعده جابريال كاك في نفس الوضعيه ومن بعده شو اسمه يعني مع الفشل زي الكلش مازال مفهم من تبرير معناه ولو انه باش ما يبداش كل شيء سلبي ما نحبش خاطر تقريبا الناس الكل ماشيه في نفس الاتجاه باش يبداش كل شيء سلبي يعرف انت دب عبد السلام يعرف يجيب لاعبيه ولا ايه سامحني لا مش هكاك راهو الاداره نتاع نادي رياضي ماهيش جوست على الانتداب واقفه على الانتداب راهو فما ديريكتور تكنيك يتحط وفما شو اسمه لا اله محمد رسول الله مش تستخطف ايه عبد السلام جاب ثلاثه ضربوا معه وجاب 15 و25 وشاو على رواحهم وما نفعوناش وضرونا وشكيو بينا جاب البرازيلي السنة شفتوا البرازيلي متاع فوتبول بيتش هذاك اللي جابه شنو الكلام هذا وحتى ميزان تاعه ما شاء الله ايه ولدي يلعب في الفوتبول متاع بيتش جابوه ركبوه في الطيارة قالوا له ايجا قالك مشيش تضرب معايا يا برازيلي موشم وكذا لبس بلوتا يمشي في تونس تاخذوا الترجي ما خذت من عنا فابيانو خذت من عنا دو سانتوس ترجي خذت من عنا واتارا خذت من عنا لاتاكونات الكل اللي لعبت الشياب يلعب في الترجي وذي بيانفينيو زادا وري بيانفينيو شو اسمه زادا لبرشا سانتوس فهمني ونجحوا معهم واضح يعطيك صح شكرا لك خالد الدين نكملوا في استقبال تليفوناتكم معنا يوسف هلا بيك يوسف السلام اخويا مرحبا بيك مرحبا بيك مين تكلم فينا يوسف نتكلم فيكم بنزرت يا احنا في تونس انا باه مرحبا بيك يوسف تحيه ليك ولكل الساده المستمعين في بنزرت والا في تونس تفضل يوسف تحيه للجمهور السيابي تاع مبدئيا وباش نقول كلمتين بركه انا السيابي في تاريخها تحت مره ولعب ثلاثه مطعم تيوح اون دي ميسيس لعبنا على تيوح كامل تراب الجمهوريه تغني السيابي صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح الناس الكل في الفتره هذه تعاطف كبير كان كان تعاطف كبير وقتها من الناس الكل لا خاصة مع سيد احمد القروي ربي يرحمه ان شاء الله صحيح الله يرحمه صحيح قراتنا شكون قرات احمد القروي الله يرحمه عليك احمد القروي راجل الناس تحبه هذا سي عبد السلام العليم ما عندي معاه حتى مشكله انا وما نعرفوش وما نحبش نعرفه عمل مشاكل مع الجمعيات الكل كل مره ينادي على الجمعيات الو نسمع فيك تفضل ايه فهمتني كل مره ينادي على الجمعيه يا ودي في جمعيتك انت احنا نعطيك اكزامبل عملناه ولا السيابي تكور فما كان اسمه السيابي ولد السيابي ولد الجمعيه ياسين كشك ولا على دير يلعب مره وعشرة ليه اعطيني انا جوار بنزرتي عملوا لي كور مانيش راني جهويات ولا كذا كلها توانسه كلها اما 11 جوار كلها يترونجي من الجارديان للنومرو 9 كلها من برا كلها جايبتها من برا السيابي فهمتني وين في بناء تاع السيابي وين هدمها اللي بنوه اللي بناه مهدي بن غربيه بون ولا محاله كلها كبعضها هي ما اللي بنوه اجدادنا حتى في عامين راهو ما خلى فيها شيء السيابي تو انت طيب احسن جوار اللي ليدير دي ليكيب هو صابوه طيب 38 مليون صار تاع كراب طيب شويه هذا صابوه هذا والله اللي ما يشري صابوه يشري 38 مليون فهمتني طيب ايمن طرابلسي طيب مش عارف فيها شاب بن فرج خلى فيها الجمعيه وزيد تعمل مشاكل مع الجمهور الجمهور كل ضدك دي طويك سيبها الجمعية سيبها سيب ناس فدت منك سيب فدت فهمتي خويا واضح فقط وان شاء الله قادم احسن ان شاء الله اكيد فقط يقول لي زميلنا مراسلنا في بنزرت رمزي بن غربيه السيابي لعب تعطيه 2010 مش 2007 مش 2010 كما قلت به نواصلوا في استقبال اخر تليفون معنا اليوم معاش الوقت معاش يسمح اكيد برشا تليفونات وصلونا شكرا على التفاعل الكبير من احباء السيابي تقريبا اجماع كبير من كل الاحباء فجأت كنت نتصور باش نلقى فما هكا لكن تقريبا الناس الكل ضد عبد السلام السعداني الناس الكل طلب باستقالته ونشوفوا اخر تليفون لعل نلقاو شكون مع عبد السلام منتصر اهلا بيك اهلا بيك مرحبا بيك منين تكلم فينا منتصر؟ شنو؟ منين تكلم فينا اخوي؟ من كيف مرحبا بيك تحيه ليك وكل مستمعينا في الكيف تفضل منتصر عايشك تحب السيابي؟ اليوم تعيش هاي من الكيف وتحب السيابي معناها اليوم نادي البنزرتي تعيش في أزمة خانقة تو على شكل عودة البطولة التونسية للتدريبات لمقابلات ملعبية ما هيش خاصة ركاز الفريق كلها غادرت بن فرج مادو سابو ترابلسي فهمي قاسم مسلوثي اليوم مش تلعب بالشبان عكس الفريق الأخرى اللي تلعب باسم كبار تعرف كيفاش صاير مقابلات وعمل خبرة يساعد اليوم لازم تسوي مستحقات اللاعبين تقرير مالي يخرج تسيير الجمعية عن قرب والعودة للتدريبات تعيين مقابلات ودية واضح تقريبا لخصت كل شيء في كلمتين تشوف هذا من الحلول ما شنو الحلول الأهمية العاجلة خاصة تشوفهم منتصر باش السيابي يخرج من الأزمة هذه لازم تتلم كبارات النادي وتشوف حل النادي والجمهور يقفل جمعيته ويعمل كل هيك خاطر الرئيس وحده مش باش يخلط ولازم تتعمل سيابي ستور باش تستفيد منها الجمعية ماديا والعباد تنخرط باش
الناس كل المهم تحط كل اليد في اليد. معناها انت ماك ضد معناتها عبد السلام، ماكش مع خروجه، انت فقط يبقى وتلام مع الناس الكل هكا. تتلام كبار النادي والجمهور يعمل كوليكت وتتعمل المهم سي ابي ستور تستفيد منها الجمعية ماديا ان شاء الله سي ابي ترجع لبلاصتها. واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك منتصر، شكرا ليك ولكل أحباء السيابي اللي دخلوا معنا اليوم. دونك كما كنتوا تقريبا هم ولاحظة يا جماعة أنه عبد السلام السعداني هو اللي قاد السيابي للوضعية الكارثية هذه ومتغيبته بالخروج اليوم قبل غدوة. هكا كملوا في البلاي اليوم، شكرا يا سجويني في الإخراج، أيضا تقوى المديوني في الإخراج الرقمي اللي كانت تستقبل في تليفوناتكم، يعطيها الصحة، شكرا تقوى المديوني. نكملوا في البلاي اليوم، تلقاو غدوة في نفس التوقيت إن شاء الله من 3 حتى 5. أجمل تحيات إسلام المتبع.